الى اخره يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الفتره ديت يعني. ودي حاجه تحسب لكابتن حسن حمدي كابن من ابناء النادي الاهلي، وتحسب له كرئيس للنادي الاهلي انه ايه ده، ان هو يفيد النادي من المكان اللي هو شغال فيه، فايده تاريخيه. وده وجهه نظري انا الشخصيه. هو محمود طاهر، الاثنين دول فرقوا مع النادي الاهلي اقتصاديا وبعدوه بعيد بمسافه عن اقرب المنافسين. كابتن حسن حمدي بوجوده في وكاله الاهرام للاعلام وفتره الاربع سنين بتوع الاستاذ محمود طاهر، الاثنين دول زي ما انا بقول لحضراتكم كده فرقوا جدا 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 مع النادي الاهلي في الحته الايه؟ الاقتصاديه. وده اللي انا بحاول اعمله في الزمالك. وده اللي الواحد يعني بيحاول ان هو يوصله، بيحاول ان هو يقوله، بيحاول ان هو يحارب فيه بشتى الطرق يعني. نلم الكوادر، نلم الناس، ما نقعدش نكسر في رموزنا، ما نقعدش نكسر في ناسنا، نكبرهم، نلمهم، نحبهم، نحتويهم، ما نشتمهمش، ما نهنهمش، ما نقطعهمش، نساعدهم، نقف وراهم، نقف في ظهرهم. لو كده اعلامي يتوقف في ظهره، لو كده في اتحاد يتوقف في ظهره، لو كده في تسويق يتوقف في ظهره، لو كده من بره يتجاب يتكبر ويتوقف معاه. هم دول اللي هيساعدوا نادي الزمالك فيما بعد. ده اللي انا بحاول اقوله، ده اللي انا حابب اوصله. انما لما انا هقعد اقصر في ده واخون ده واقول ده امارتي وده كاره للزمالك وده مش رمز وده اهلاوي وده مش عارف ايه وده وده وده، تكسير التكسير ده ما هو الا تكسير في عظام الزمالك للمستقبل. النهارده لما تيجي تسال واحد مين يبقى رئيس نادي الزمالك القادم، اتفرج على الاجابات عامله ازاي. اتفرج تقول له فلان الفلاني يقول لك مش عارف ايه، اقول له فلان الفلاني يقول لك. طب اقول لك حاجه، ده في اتنين دلوقتي على يعني، طالما الكلام اتفتح بقى كده، ده في اتنين موجودين دلوقتي، عشان اقول لك الفرق بس، اتنين موجودين في المجال الاعلاني في مصر، شركات دعايه، هاني بارزي وهاني شوكري. هاني بارزي اصلا موجود اهو وعنده شركه من اشهر الشركات تمام، اللي موجوده في السوق، وده موجود اهو معاك. طب ما تكبره، طب ما تساعده، طب ما تشتري المنتج بتاعه، طب ما تقف معاه بدل ما تدغدغ فيه، بدل ما تتريق عليه، بدل ما تبهدله، بدل ما تعمل كل ده. ما هو واحد عندك اهو وعنده حجم دعاية قد كده تقدر تستفيد منها. يعني هو هاني بيرز ده ما ينفعش من حجم الدعاية يقول للوكالة بتاعته تعالي عندي بن شرقي هيجدد، تعالى بن شرقي الوكالة هتعمل لك اعلانات بقد كده وانت هتعمل عقد بقد كده. كبروه بدل ما تهدوه. واحد زي هاني شكري، هاني شكري ده من اكبر الـ 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 الكيانات الاعلانيه والاعلاميه في مصر. هاني شكري وهو قاعد في بيتهم شعبيته جوه نادي الزمالك، شعبيته جوه نادي الزمالك هينزل اي انتخابات يكتسح وهو نايم في بيتهم، من حب الناس ليه ومن احترامه ومن ادبه ومن اخلاقه ومن خدماته ومن حاجات كتير جدا جدا جدا. تمام؟ نموذجين هم موجودين معاك. شوف النادي الاهلي بيعمل ايه في كوادره وانت بتعمل ايه في كوادرك. وبنقول نشيل الناس دي على كتافنا. هاتوا الناس، احترموا الناس، كبروا الناس. ماشي؟ ده اللي الواحد بيحاول ان هو ايه يعمله يعني. اوكي.
اشرف روقه بيطلب الرحيل لانه ما خدش فرصته جوه نادي الزمالك. رزاق سيسي بيعمل عمليه جراحيه في كسر اجهادي في عظمه الصابونه بتاعت الركبه. الكونجولي مالانجو لاعب الرجاء هو واحد من اللعيبه المرشحه بقوه للانضمام كمهاجم اساسي لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. تيجي تسأل الناس عن رأيهم في مالانجو، ناس يقول لك ده مهاجم جامد جدا، وواحد تاني يقول لك ما عندوش فكرة، وواحد تالت يقول لك واو، وواحد رابع يقول لك عادي، وواحد خامس يقول لك هيبقى إضافة، وواحد سادس يقول لك احنا معانا فلوس، وواحد سابع، هتلاقي آراء مختلفة، مفيش رأي واحد قاطع جدا. حلو، أول ما بلاقي الكلام ده برجع على طول، فمن هو صاحب قرار الاختيار؟ من هو صاحب قرار اختيار الصفقة دي تيجي ولا ما تجيش؟ معلوماتي الشخصية ان الملف ده بتاع ان اللعيبة تيجي نادي الزمالك السكواد القادم او التعاقدات الجديدة بتاعت نادي الزمالك، الملف ده وقت اللي شغال فيه اتنين بس او المسؤول عنه اتنين بس، الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك في هذا التوقيت، ومعاه فاروق جعفر. طبعا فاروق جعفر موجود بصفته مستشار القوه لمجلس الاداره من ايام رئيس الزمالك الاسبق. اوكي، بعض الزملاء الاعلاميين امبارح طلع قال ان ايزي ايميكا مضى التعاقد في بيت فاروق جعفر، ماشي، الف في شغل او الف في رؤيه كده، لما حسين لبيب وفاروق جعفر الاثنين هيقعدوا يتكلموا ده يجي ولا ده ما يجيش، بالتاكيد راي فاروق جعفر هيبقى هو الارجح لان هو بتاع الكوره، الراجل التاني راجل محترم رئيس لجنه مكلفه، حاجة محترمة جدا 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 جدا، كابتن حسين لبيب راجل بتاع هاند بول، راجل بتاع هاند بول، فبالتالي فاروق جعفر هو اللي هيبقى المسؤول او هو المسؤول عن سكواد نادي الزمالك الفترة اللي ايه؟ الفترة القادمة. هتقول لي رأي كارتيرون ومش رأي كارتيرون، هقول لك رأي كارتيرون هيبقى موجود في الحسبان مفيهاش مشكلة، انما هيبقى راي المجلس زي موضوع ديانج كده، موسيماني له راي، انما راي الاول والاخير هيبقى لمين؟ مجلس الاداره. هيبقى نفس الكلام كده فين؟ في موضوع اللعيبه اللي هتيجي، اللعيبه اللي هتيجي. طيب، هل اختيارات فاروق جعفر الفنية، هنا بقى السؤال، هل اختيارات فاروق جعفر الفنية هتبقى هي الأصلح لنادي الزمالك الفترة القادمة ولا لأ؟ فاروق جعفر عنده بعض التحفظات من ناس كتيرة جدا موجودة سواء جوه النادي أو بره النادي أو حتى من عموم الجمهور، كل الناس عارفها، ما بنتكلمش في أسرار. عنده كمان تحفظ وعنده كمان مصدر للحرج ان ابنه سيف موجود، طبعا ده قمة الظلم لسيف، قمة الظلم لسيف. ليه؟ علشان لما هيجي يشتغل جوه الفريق الاول لكرة القدم في نادي الزمالك في خلفية موجودة ورانا ابوه موجود، فده عبء على الولد حرام، فده لازم يطلع بره الحسبة، انما هو اللي موجود جوه الحسبة فاروق جعفر. اراء فاروق جعفر اللي فاتت في المجالس اللي فاتت
مواقفه المتغيره اللي فاتت، ما تدينيش انا الثقه تماما في اي راي هو بيقوله. تاني اقولها لك تاني، ودي لا كلام عيب ولا حرام، مواقف الكابتن فاروق جعفر اللي فاتت، تغير مواقفه اللي فاتت، قبوله بحاجات ما ينفعش حد في حجمه واسمه وتاريخه انه يقبلها اللي فاتت، ها؟ تخليني لا اثق في رأيه حاليا، ان مثلا قبولك او قبوله مثلا حد ما لبسش شورت وفانيلا خالص ليس له تاريخ باي حاجه في العمل، قبل ان هو يبقى مشرف عام هو موجود ازاي؟ طيب ليش دعوه الحاجات الشخصيه، ما ليش دعوه، انا بتكلم في شغل جوه نادي الزمالك. انا عن نفسي لا اثق في اي اختيارات او اي راي للكابتن فاروق جعفر مع كامل الاحترام والتقدير ليه، ومش انا لوحدي، ده راي عموم ناس كتير جدا، ناس كتير جدا، بس الناس ديت ما بيسمعوش زينا، ما بيتشافوش زينا، ما بيقدروش صوتهم يوصل للناس زينا، فحذاري، انا بحذر اهو، انا بحذر اهو وبقول حذاري ان الكابتن حسين لبيب واللجنه دي تلبس في الحيط ويبقى السبب اختيارات فاروق جعفر الفنيه، انا بقول اهو من دلوقتي، بحذر من دلوقتي، حذاري. بالإضافة إلى أن عينه في الاختيار بغض النظر بقى عن الحسابات التانية، هو له حسابات أخرى، ده بالتأكيد له حسابات أخرى بالتأكيد، وفي حسين السيد كمان هيبقى موجود في الموضوع ده، راجل بتاع كورة موجود في المجلس، إنما اللي هيلبس في الحيط حسين لبيب، كابتن حسين لبيب هو رئيس، هو اللي موجود. فحذاري حذاري حذاري، لابد من المراجعة ورا، لا بنقول استبعاده ولا بنقول تهميشه ولا، خلاص هو راجل موجود ومع المجلس ده موجود، مع اللجنة اللي فاتت قبل كده بقيادة اللواء عماد والمستشار هشام موجود، مع اللي قبليهم الأستاذ مرتضى موجود، موجود خلاص، مش هدف يعني ان هو بيبقى مش موجود، موجود، بس الهدف الاساسي ان نخلي بالنا من سكواد نادي الزمالك المرحله اللي ايه القادمه. انا بقول لحضرتك اهو، فوق معلوماتي فوق جعفر هيبقى مسؤول عن سكواد نادي الزمالك الموسم القادم، لان الملف هو ما الاثنين ماسكينه معاهم حسين السيد، قولا واحدا عشان الناس بعد كده تبقى عارفه لا قدر الله في حاجه لعيب كويس او حاجه كسر الدنيا يبقى فاروق جعفر، لا قدر الله لبسنا في الحيط فاروق جعفر برضو، انا بقول اهو الكويس والوحش عشان ما يبقاش ايه، يبقى فيه حاجه فيها يعني اي نوع من انواع الظلم يعني لبني ادم، انما لابد من المراجعه لانه له حسابات اخرى، وهو بيقعد يختار له حسابات اخرى، ما بيختارش كده مصلحة نادي الزمالك بس، لا هناك حسابات كتيرة قوي بتلف حوالين مصلحة نادي الزمالك بس، دي في بعض الحسابات كده، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. محكمة القضاء الاداري بتقرر احالة دعوة بطلان اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة إلى هيئة المفوضين لإصدار تقرير نهائي على أن يتم مناقشتها في 25 يوليو القادم. طبعا من كتر القضايا اللي مرفوعة ونادي الزمالك طرف فيها، سواء على نادي الزمالك او على لائحة لنادي الزمالك على مجلس ادارة، يعني في عدد وكم من القضايا الحقيقة اللي نادي الزمالك بيتأثر بيها، ف
فدي من ضمن القضايا اللي كان رافعها احد المستشارين السابقين في نادي الزمالك والرئيس الاسبق لنادي الزمالك. طبعا انصار الرئيس الاسبق لنادي الزمالك اي حكم بيطلع اي حكم بيطلع بيقول لك راجع خلاص. في ناس مش فاهمه يعني، في ناس ايه مش فاهمه يعني، زي ما بقول لحضرتك كده، يعني لو انا ماشي مثلا في الشارع وخدت مخالفه على المرور، شفت يا عم اهو راجع. وزير الشباب والرياضه كان عمل لائحه ماليه موحده الفتره اللي فاتت، ومن ضمن بنود تعيين او من ضمن الـ الحاجات القانونيه اللي هي اللوائح والقوانين وبتاع اللي بيتم الاستناد عليها قبل قرار التعيين، يعني قبل قرار التعيين يقول لك ايه؟ طبقا مثلا للماده كذا من قانون الرياضه، وطبقا مش عارف ايه للدستور المصري، وطبقا لايه للقانون 71 المعدل بمش عارف ايه، وطبقا للائحه الماليه الموحده، وطبقا للائحه الاسترشاديه، وطبقا لمش عارف ايه، وطبقا يعني بعد ما رجعنا البنود بتاعت القوانين اللي احنا استندنا عليها في قرارنا كذا تعيين فلان الفلاني مثلا كذا 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 ماشي. فطبقا بقى كتيره اللي انتوا بتقروها في القرارات ديت، احدها اللي هي اللائحه الماليه اللي عملها السيد المحترم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي بيدعي عليه النهارده في الكعبه عشان نادي الزمالك. تخيل انا بدعي على وزير قدام الكعبه، قدام بيت ربنا تمام، وبتهمه بحاجات هو بريء منها. لا اله الا الله، وصلنا لهنا، احنا وصلنا لهنا. اشرف صبحي بريء من خراب نادي الزمالك، لا اله الا الله. ناس بتقول اشرف صبحي هو اللي خرب، هو فين خراب الزمالك؟ فين هو؟ اذا كان الزمالك السنه دي اول دوري عام حتى الان، لما ده خراب امال السنه اللي فاتت وانا والزمالك خسران الدوري بفرق 20 نقطه كان ايه؟ لا اله الا الله. تغيير اللجان دي غصب عنه مش بمزاجه، غصب عنه مش بمزاجه، ده راجل شغال في منظومه ترس في مكنه بيأدي دوره لا حول ولا قوة إلا بالله. وصل بي الحال إن أنا أتهم واحد دون سند أو دليل أو رؤية أو دراسة قدام كعبة رب، قدام بيت ربنا، بيت ربنا، وصلنا لكده؟ كرة إيه دي وأندية إيه؟ ده إحنا رياضة، ده للترفيه، ده علشان نقعد كده بعد ما نشتغل وبتاع نقعد نتفرج على لعبه حلوه، على كوره حلوه، على بطوله، على شغل، احنا قلبناها بقت وصلنا للمرحله دي. لك الله، لك الله، والله العظيم ثلاثه زي ما بقول كده. المهم، فالمهم يعني من ضمن اللوائح اللي هو عملها كانت لائحه الماليه الموحده للانديه، ودي طبعا معترض عليها من اللجنه الاولمبيه. فطبعا حصل طعن على اللائحه، ان اللائحه ديت غلط وانها مش عارف ايه وان وان وان، فعايزين ايه يلغوها يعني. الناس اللي طلعت طعنت يعني، او الناس اللي طلعت رفعت القضيه ديت بايه؟ بالغاء الايه؟ اللائحه دي. طيب اللي عاوز يلغي اللائحه دي عايز يلغيها ليه؟ هل ليها علاقه بعوده الاستاذ مرتضى منصور لنادي الزمالك؟ لا خالص. يعني لو اللائحه دي اتلغت مرتضى منصور يرجع؟ لا ملهاش علاقه. طيب امال ايه؟ دي سبورت، مسانده، دعم لموقف اللجنه الاولمبيه ضد وزاره الشباب والرياضه بجملك يعني.
ده جاملك ماشي. ف هي ده اصل الموضوع، اصل الايه الحكايه. بعض الاخر بيقول لك طب لو اللائحه دي بقت اللجنه دي قرارها باطل، فالوزير هنا بعد ما لائحته اتلغت مطالب ان هو يعدل قرار اللجنه ديت. اقول لك ان في حيثيات كان حتت قانونيه بقى ايه مجعلصه كده شويه، مش عاوز ادخلك فيها النفق ده، عشان بدل ما انت مبسوط بقى ب 4 4 2 و3 5 2 والضغط من الامام والجول ده حلو قوي والواد دوت عملها حلوه وفوتها له من بين رجليه والكلام ده، تخش تسيب بقى الكلام ده على جنب وتبتدي تفتح كتب القانون وكتب كتب المنازعات والخناقات والمصايب والكوارث، وتشوف بقى الانفاق المظلمه دي ايه. ما هي العمليه بتتحول لكده، العمليه بتتحول لايه؟ لكده. ماشي. زيزو بيوافق على التجديد لنادي الزمالك، بيشترط ان يبقى في الفئه الاولى. احمد سيد زيزو بيشترط ان هو يبقى في الفئه الاولى، يتقاضى من 12 ل 15 مليون جنيه في السنه، وان مقدم التعاقد بتاعه يبقى 50% من السنه الاولى. الكابتن بكر سليم اوضح ان نادي الزمالك فتح باب للمفاوضات مع المقاصه لوجود باسم مرسي من ضمن الصفقات التبادليه، ممكن تبقى صفقه تبادليه ما بينه وما بين المقاصه. محمود مرعي مدافع دجله مرشح بقوه لتدعيم خط دفاع الزمالك. كارتيرون عاوز بلاي ميكر كمان يبقى موجود معاه. دي كده الحلقه بتاعتنا النهارده. شوفوا يعني دخلنا في ساعه اهو، معلش بقى غصب عننا الحلقه زي ما انتم شايفين كده طويله، انما ان شاء الله نقطعها لكم وننزلها لكم كليبات صغيره كده. بكره بقى بمشيئه الله ايه تعالى على وعد بلقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمه الله.